السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. اخواني، اليوم عندنا ماكينة لحام الكترونية، بدكم تتابعوا الدرس. واغلب التعليقات مرات واحد يقول لي والله عندي ماكينة ما تشتغل بالمرة او كذا، عم اقول انه تابع بالتسلسل. وهلا هاي الماكينة بدنا نفحص بالتسلسل. طبعا هاي الماكينة لاحظوا شوفوها كويس. طبعا انا فكيت الغطاء مشان ما نضيع الوقت، يعني مجرد براغي يعني. هاي الماكينة طبعا لاحظوا على الماكينة، اول ما واحد يشوف الماكينة طبعا هدول ديودات الشوتكي، هدول الموسفتات. يعني الماكينة فيها 4 موسفتات. طبعا هلا بدنا نفحص، طبعا انت ما تفحص شيء، هلا حاليا بدنا نجرب الماكينة اولا وبعدين نفحص. بنوصل على السيرة، هاي وصلنا على السيرة. وهاي شغلنا المفتاح، ما في لا صوت ولا صورة، يعني بالمرة لا الشاشة تشتغل ولا المروحة، وما في تغذية كليا. طبعا نجي من هون من كابل الكهرباء، اول شي بدنا نفحص المفتاح. طبعا الكابل الكهرباء جاي لهون، طبعا بعدين هلا هاي بنجلسه وبندخل جوا وبنظبطه. انتو هلا بالتسلسل شلون الفحص يصير. طبعا هلا هون خطين السيري عم يجوا لهون، وبعدين المفتاح لما بتشغله لازم بيجي يصل لهون. بنطلع الجكتين تبع المفتاح، هاي طلعنا، وبنوصل الكابل. نوصل الكابل باعتبار السيري عادة شلون، اذا الخطين سيري بتضربهم بعض بيشتغل الضوء. لذلك هلا اذا وصلنا الملقط هون وملقط هون لازم يشتعل. اشتعلت السيري، هيك انطفت، هيك اشتعل. هاي اول خطوة، هاي طفينا، معناته نحن الكهرباء تبعنا هاي الخط السيري بيجي لهون، بيدخل من هون بيجي لهون وبعدين بيتخرج من هون، معناته هالقسم جاهز، هاي انتهينا منه. هالكابلين هدول وين عم يروحوا؟ انت بدك تتابع بالتسلسل، تفحص بالتسلسل. هالكابلين وين يروحوا؟ لتحت، شوفوا رايحين لتحت. نحن هلا باعتبار نحن تأكدنا من المفتاح ما في شيء. طبعا هذا التيار متناوب، يعني بتوصل هاد لتحت ولا لفوق نفس الشيء، هذا ما له علاقة، هذا تيار متناوب، مثل ما تقلب الفيش تعمل هيك ولا هيك نفس الشيء، فيش كهرباء متناوب. نجي لهون بنفك هالبراغي، بنشوف هذا وين رايح. هذا هاي الشريطين تبعنا وين رايحين؟
رايحين لهون للبورد هذا. هذا البورد بدنا نفك، معناته الماكينة جباري. انا قبل هلا شرحت لكم انه بتنقسم الماكينة الى ثلاث اجزاء، هدول اذا ثلاثة بورد، والماكينات الكويسة دائما ثلاث بوردات، بورد الباور، وبورد العقل الالكتروني، وبورد الخرج. طبعا هلا بيك حالي، وين هذا بورد الباور؟ هو نفسه بورد الخرج، لاحظوا بورد الخرج وبورد الباور، هاي المكثفات اسمه بورد الباور، المكثفات والدارة الجسرية او القنطرة، لاحظوا هون مكثفات من تحت هون، هدول هداك بورد الباور رقم واحد، رقم اثنين العقل الالكتروني هذا، ورقم ثلاثة هدول ديودات الشوتكي مع الملف، هذا رقم ثلاثة. بهيك حالة جباري بدنا نفك الماكينة، جباري يعني بدي افك الماكينة. طبعا اول شيء هدول، طبعا هدول العواميد مثابتين هون من تحت براغي، بنفك البراغي، وطبعا بنفك هالحدايد كمان جباري بدنا نفكهم، هدول الحدايد بدنا نطلع الهيكل كليا. طبعا بدنا نطلع الجكات هدول عشان يكون سهولة لنا، يعني مثل هالجكات هذا، هذا الجك تبع للباور. طبعا لما نفك هدول حدايد جباري بدنا نفك هالروابط، نفكها وبعدين نربطها مرة تانية. أهم شي بدك تفك هون تبع الشاشة، بدك تفكها مشان ما يصير عرقلة معك. باعتبار تفك البورد، هاي الشاشة فكيناها، يبقى هاي تبع المقاومة. طبعا هذا جباي تنقصه. هلا هاد خلصنا منه، هذا راح لهون، يبقى هاد، هاد لحاله بنفكه من البورد. طبعا اثناء الفك لازم يكون تكونوا حذرين، يعني مرات مرات ضرب التورنفيس بيكسر مقاومة او كذا، مشكلة يعني يصير. هلا هاد انتهينا منه، هلا هذا صار فاصل بينها، باعتبار هذا كله بدنا نفكه ونطلعه قدامنا مشان ما نضيع وقت. بدي اطلعه، طبعا انا ما اشتغل شيء، انا مشان اعلمكم فحص التسلسل. طبعا هون كمان هلا بهاد، هذا ثابت، هذا المفتاح، هذا مفتاح ثابت، معناته هالجكتين كمان بنشيلهم، هذا ثابت مع الاساس المعدن، لذلك نفك هدول. بدي افكه، ونحطه قدامنا ونفحص. طبعا هذا الجزء الاول، ما اريد اطول كثير الفيديو، يعني خلي يكون فيديو قصير يكون احسن. هذا الجزء الاول، الجزء الثاني ان شاء الله الحلقه الفيديو اللي بعده، يعني يكون انا فاكه وقدامي وتنفحصه. هذا انتهينا منه الجزء الاول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.